مساء الخير عليكم. لو قلت لكم شين الشركة المتخصصة في حماية وتضليل السيارات عالميا وليس على مستوى السعودية فقط؟ زيبارت. لهم أكثر من 60 سنة على مستوى العالم. في السعودية لهم أكثر من 30 سنة. السيارات اللي عملوا لها حماية في السعودية أكثر من 400,000 سيارة. شركة معروفة عالمية، شركة أمريكية. الحلو يا جماعة بهالتغطية جايب إليكم عرض ناري، عرض قوي يا جماعة، انتظروه. اليوم لما نتكلم عن زيبارت نتكلم عن الجودة، نتكلم عن التميز، نتكلم عن الضمان. نبدأ معاكم بأول خدمة، خدمة العناية بالسيارة، التلميع الداخلي والخارجي. طبعا عندهم تلميع داخلي، عندهم خارجي، عندهم باقة ماسية وعندهم باقة ذهبية، وجايب ليكم عليها عرض مرة قوي يا جماعة، راح يكون الخصم 40%. طبعا الحلو بزيبارت في العناية بالسيارة انك بعد سنة لما تبغى تعيد نفس الخدمة، تبغى تجدد، تبغى تلمع سيارتك بعد سنة، راح تاخذها بسعر اقل تضليل. بصراحة يا جماعة زيبارت يستحق ان يكون الخيار الاول. التضليل حقهم يا جماعة يعطوك عليه ضمان 10 سنوات. نسبة العزل الحراري تصل الى 68% ونسبة مدروسة طبعا، بالاضافة الى حماية الاشعة فوق البنفسجية 99%. الدقة في العمل، القص حق الأفلام، القص حق التضليل يتم بالكمبيوتر، فقط يحط نوع السيارة ويحط موديلها ويتم القص. جودة، الدرجات حق التضليل متوفر عندهم جميع الدرجات، وكل درجة حاطينك النسب عليها. بصراحة إبداع يا زيبارت. يلا ونجي الآن لنسبة الخصم على التضليل اللي وعدتكم فيها. كم نسبة الخصم؟ 20%؟ لا يا حبيبي. 30%؟ لا يا حبيبي. الشركة تقول مقدمة لكم خصم على التضليل 40%، وتستاهلوا متابعين محمد الضامن 10% زيادة، يعني راح يكون التضليل عليه 50%. لا يفوتكم هذا العرض، راح يكون لمدة 10 أيام فقط. كبشر الشاشة. سيارتك الجميلة تستحق ان انت تحمي الواجهة حقها وتحافظ عليها. الحماية عند زيبارت عليها ضمان 5 سنوات يا جماعة. شوفوا كيف، طبعا السماكة حقهم سماكة مرة عالية، تتحمل درجة حرارة الين 70 درجة مئوية، يعني راح تحافظ على سيارتك من عوامل الجو، العواصف، الأتربة، الحجارة، ما يحصل فيها خدوش، ما يحصل فيها ترمل الواجهة. والحلو ان بعد 5 سنوات او اي وقت تجي تبغى تفكه ما تتأثر البوية، لون السيارة ما يتأثر. طبعا لما نتكلم عن زيبارت نتكلم ضمان يشمل المملكة ويشمل دول الخليج، يعني ضمان أي شيء يصير تروح أي فرع ويخدمونك. ودائما نقول العرض الخطير على طول يطير. عرض حماية السيارة راح يكون 40%. ما شاء الله تبارك الله، هذه السيارة لها 7 سنوات عميل دائم عند زيبارت، عامل حماية المقدمة وعامل عندهم النانو سيراميك وعامل عندهم التضليل. لما تتكلم عن زيبارت تتكلم عن الجودة، يعني ركب وانسى. معظم الخدمات اللي موجودة عندهم النانو سيراميك. شوفوا يا جماعة هذه الجهة بدون ما يركب عليها طبقة النانو سيراميك، وهذه راح يكون فيها النانو. هذا اختبار بسيط الآن، خلينا نشوف كيف راح يكون الماي لما يكون موجود. شوفوا لو تلاحظوا كيف هنا ينزل الماي مثل الكرات، ما يلتصق بالبدي حق السيارة، وهنا شوفوا كيف يبقى. هذه مواصفات النانو سيراميك عندهم، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف سهولة انزلاق الماء، صلابة وقوة، لمعان. طبعا يمر عندهم على 3 طبقات، طبقة راح تكون تصحيح الطلاء أول طبقة، ثاني طبقة الطبقة الأساسية، والطبقة الثالثة تكون طبقة اللمعان. على فكرة يا جماعة الضمان 4 سنوات، وعندهم التجديد راح يكون بسعر أقل، يعني ممكن أنت تجددها كل سنة. عليه خصم؟ أكيد عليه خصم، والعرض راح يكون مرة قوي، راح يكون عليه 40%. لا يفوتكم. وأيضا من الخدمات اللي موجودة بفرع القطيف عندهم الأرضيات حق السيارات، من الأرضيات الدايموند. شوفوا يا جماعة طبعا هذه محافظة على السيارة وشكل جمالي. شوفوا أسعارهم، أسعارهم مرة حلوة، يعني ب 750 ريال حق السيارات الصغيرة و 900 ريال حق السيارات الكبيرة. وهذا موقع زيبارت أبدا ما يضيع، موجود في القطيف شارع القدس في نفس المبنى اللي فيه مكتبة الصفار. بحط لكم الانستغرام حقهم، تابعوهم وشوفوا الجديد عندهم.